السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء معتدلة وغائمة جزئياً ورياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجوانا غائمة جزئياً ورياح شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 26 درجة مئوية، رطوبة نسبية 42%. أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر. الليلة أجوانا معتدلة تميل إلى البرودة خاصة على المناطق الساحلية وأيضا المناطق البرية واستمرار الرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه تراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت قد تصل إلى 23 درجة مئوية. المناطق الغربية من دولة الكويت سالم شقاية قد تصل إلى 18 درجة مئوية. في مساء الغد أجوانا معتدلة وأيضا استقرار في الطقس وتحول الرياح إلى جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه تراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى متوقعة في مساء الغد مدينة الكويت قد تصل إلى 27 درجة مئوية. زرنا الشمالية واربا وبيان وفيلتشا ما بين 26 إلى 29 درجة مئوية. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج من 1 إلى 6 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 4:49، موعد شروق الشمس في الساعة 6:11، أما غروب الشمس في الساعة 4:53. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجواء مستقرة ليوم الغد وأيضا تحول الرياح إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 21 درجة مئوية، ولكن ابتداء من مساء يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة متوقع حالة جوية مرتقبة وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق. لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة، وأيضا فرص تشكل الضباب واردة من مساء يوم الأربعاء حتى صباح يوم الخميس. درجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين متفاوتة ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية، وتحول الرياح إلى رياح الكوز قد تتحول إلى شمالية غربية مرة أخرى مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، وفرص أمطار الخير متوقعة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع شدتها ما بين الخفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق. لذا نوه مرتادي البحر والحداقة تأجيل أي نشاط بحري متوقع أن ترتفع الأمواج لأكثر من 6 أقدام. لذا نأجل أي نشاط بحري لسلامتكم. العظمى الصغرى متوقعة ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، وأيضا مع بعد فرص الأمطار إن شاء الله متوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة تبدأ بالانكسار ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية في مدينة الكويت. بالنسبة للمناطق البرية قد تصل إلى 17 و16 درجة مئوية، أما العظمى متفاوتة ما بين 19 إلى 25 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة.